مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. النهار ان شاء الله نقدمكم واحد الحلقة ديال ما هي عدد الساعات الضرورية ل في تربية الأرانب. يعني هاد الأرانب هادو شحال خاصنا خاصهم ديال الضوء، شحال من واحد يعني غادي يسولني، غادي يعني موضوع هو كاين فيه بعض الاخطاء، سموهم هاد الاخطاء. كاين الناس اللي كيديروا لواحد الكاج ولا واحد يعني الارانب واحد الجهه وكيعطيهم الضوء على طول النهار، على طول النهار سمو كيوقع انهم ما كيرتاحوش. اولا حنا نهضروا على الانسان مثلا الرياضيين اللي كيمشيو يديروا، يعني هذه معلومه غادي نحول من الانسان وغادي نحولها للارانب. الناس اللي كيديروا يعني لا ميسكولاسيون، يعني كمال الاجسام، كيترينيو صافي وكيمشيو، يعني هذوك كياكلوا مزيان كيترينيو، اش كيديروا في ديك التريناج؟ كيحرقوا هذوك السعرات الحراريه اللي كاينه في الجسم. فوقاش كي هذيك العضلات ديالهم كتنمو، يعني فوقاش كتكون هذيك العضلات حتى كي ينعسوا، يعني ملي كيكونوا في ساعات ديال الراحه اللي هي اما في الليل اما، ولكن ما خاصش يعني عدد الساعات يكون اكثر من اللازم. يعني 8 السوايع راه كافيه ان الانسان انه يعني يرد يعني ديك الراحه ديالو في هذيك 8 السوايع. هذيك 8 السوايع اشنو كيوقع فيها؟ كيوقع فيها انهم ان هذاك العضله كتنمو، الا مشات حتى هو يعني في واحد اللقطه انه قدر انه يدير لهذيك التقلصات في الكمال الاجسام، ديك الحركات اللي كيديروهم يعني في كمال الاجسام. اشنو كيوقع في هذيك الوقيته؟ العضله ما كتنمو والو حتى كيمشي ينعس. يعني انا غير بغيت نحول لكم هاد الفكره هذه اللي هي العدد ديال الساعات ديال النوم عند الانسان كذلك خاصها تكون عند الحيوان. يعني حنايا يعني اول حاجه خصنا نديروها وهي منين ندرسوا المشروع ونبغوا نحطوه في واحد الجهه، اشنو اول حاجه خصنا نديرو؟ خصنا ندرسوا المكان اللي غادي يتحط فيه المشروع، يعني اتجاه ديال الريح مثلا، سميتو الشمس، يعني فوق ملي كتضرب في الصباح وفين كتغيب في الشمس، يعني في العشيه. يعني عندكم واحد السطح ولا عندكم واحد المكان غادي تحطوا فيه الارانب ديالكم، ما تحطوا هذوك البلاصه ديالهم حتى تدرسوا المكان مزيان. ارانا دابا الناس اللي كيمشيو وكيديروا الضوء، يعني عندهم واحد المكان مظلم، اولا الشمس ما كتدخلهمش، يعني الريحه ديما باقيه، داك ريحه الامونيا ديما عندهم في المكان. اشنو كيديروا؟ كيمشيو باش يبقاو مفيقين هما وياكلوا، يعني الارانب باش النمو ديالهم يكون دغيا، التحول ديالهم يكون دغيا. اشنو نديروا لهم؟ نبيتوهم فايقين ونضلوا نهار كامل هما فايقين. اشنو نديروا؟ نديروا لهم الضوء، نخليو الضوء شاعل على طول النهار. اولا خاص المربي يدرس الميزانيه ديال 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 التربيه ديال الارانب. يعني المشروع ككل خاصو يدرس الميزانيه. ما يمكنش انايا النهار كامل والبولات شاعلين وغادي تجيني مثلا في الشهر واحد نقول واحد 200 درهم وغادي داك الشيء اللي يعطيه للارانب يعني كخلفات نشدو وراه كافيني. ما يمكنش يكون كافي الا كنتي كتعطي واحد 200 درهم في الشهر، هذه معروفه. او الناس اللي غادي يديروا مثلا كليماتيزور راه كيستهلك الضوء، ماشي غير حنا خصنا نشوفوا ورقه وستيلو ونشوفوا اشحال كيدخلنا هاد الارانب. يعني كاين اللي داير ارانب عدد قليل، كاين اللي داير عدد كثير، كاين اللي متخصص في الارانب، يعني داير صافي مشروع صارف عليه، ولكن خاصنا ندرسوا. ما يمكنش اننا داير واحد المشروع يعني بسيط ونشد انايا باش الارانب ديالي يكبروا دغيا نشد ونبقى نعطيهم يعني
السياق يوميا. اولا راه كتجهدهم الناس اللي دايرين الضوء على طول، ان راه كيتصابوا باجهاد، كيبقاو ديما مسخسخين ما قادرينش ياكلوا، يعني كيولي بالعكس، ماشي انكم فيقهم ديما انهم غادي يبقاو ياكلوا بزاف، لا، الاكل خصو يكون بمواعيد، يكون فيتامينات، يكون الاكل يكون متنوع، ما ديروا لهمش غير اكل واحد. مثلا في الصيف هاد الوقيته ممكن انكم تعطيهم واحد شويه ديال الخضر، يعني باش كرشهم ما تبقاش معوده غير على السيكاليم او الحوايج الناشفين. المهم كاين تنوع ديال على مستوى التغذيه. كاين موضوع اخر كيفاش هذه غير بغيت نزيدها لكم، يعني حتى الطريقه ديال النمو ديال الانسان بالنسبه للطفل الصغير، هذه معروفه، يعني كاع الامهات او الاباء كيلاحظوا على الاولاد ديالهم، وهو ان الطفل فوقاش كينمو بالصح، يعني فتره النمو ديالو وهو النعاس ديالو، ملي كيرتاح، ملي الدري الصغير كيرتاح وكينعس كيلاحظوا انه بدا كينمو، كيحسوا به كينمو قدامهم، يعني كيكبر قدامهم. اما ملي كيكون مثلا الله يحفظ كيكون مريض وغير كيبكي وما قادرش ينعس، كيحسوا به بلي خوتو، يعني حد اخر من الاخوه ديالو كبر دغيا غادي يحسوا بها، يعني الطول ديالو كبر بزاف ديال الحوايج، يعني بصحه جيده، هذاك اللي ديما غير فايق ما باغيش ينعس هذاك ما كيكونش النمو ديالو يعني سريع وطبيعي. اذا هذا الشيء راه كينطبق حتى على الارانب، حاولوا انكم تعطيوهم واحد 8 سوايع ديال 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 النعاس، وحتى القضيه ديال اختلاف الليل والنهار، حاولوا انكم الى شفتوا الحال ظلم بكري عطيهم واحد شويه ديال الضوء، يعني ومن الاحسن في الوقيته ديال الصهد وديال ديال الحراره، حاولوا انكم ما ديروش البولات داك الصفر العادي اللي كيعطيو الحراره، داك اللي كيكون فيهم غير سليك لداخل، لا، حاولوا انكم تجيبوا داك البولات ديال النيون، هذوك البولات ديال النيون راهم اقتصاديين بالنسبه للاستهلاك ديال الكهرباء، وفي نفس الوقت راهم يعني ما كيطلقوش واحد الحراره اللي غادي تاثر على الارانب ديالكم، يعني في الفتره الليليه، واخا كيكون شويه ديال الصال ممكن انكم ديروا ديك البولات ديال النيون، راه ما كي يتغلبوش بالحراره. انا كما كتشوفوا معايا هذا النهار راه كاين ماشي غير حراره، راه المنطقه الشرقيه ديالنا واحد البلاد اسمها قرسيف، يعني اش غادي نقول لكم، واحد الحراره مفرطه بزاف، يعني هذه واحد 3 ايام راه درت لهم رشاشات ديال الماء، درت لهم حمام في فترة ديال الظهيره، الحمد لله راني قدرت اني نتجاوز، ما يعني ما كانش عندي الموت، ولكن نطلبوا الله التسخير لجميع المربيين اللي كيربيو الارانب. الحلقه ديالنا هي هذه، ما تنساونا بجرجام، كنعطيكم يعني فيديوهات في المستوى، حاولوا انكم تساندونا في القناه، تكيو على زرجام، تكيو على زرجاز، كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.